الوطنية أن تستقيل، وعلى المجلس التأسيسي أن يحل، وعلى نبحث في صيغ أخرى. لدينا ساعات قليلة، إما تونس تستقر في العنف وإما تسير نحو الديمقراطية، وهذا نداء لمن هم في الحكم أن يعرفوا أن مصير البلاد في رقبتهم ومسؤوليتهم أمام الله وأمام العباد وأمام التاريخ. انفقوا، انحروا، كذلك تحركات الشعبية في الجهاد، في قفصة، في سيدي بوزيد، في سريانة، في مسجد، وأنتم جميع كل الولايات أنخم انخراط في ترك هذه الحكومة الفاشية. اسمع